سؤالي التاني اللي معانا النهاردة طالب تفسير الآية 6 من سورة التحريم، وعايز يعرف ايه علاقة الآية 6 بالآيتين 17 و18 من سورة غافر، وعلاقتهم ايه ببعض. هما الحقيقة ما لهمش علاقة ببعض. اللي هيعنينا في هذا المقام في الآية 6 من سورة التحريم، قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها، أي على هذه النار، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. المعنى في الآية: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، يعني آمنوا. ده النداء بيا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدقتم الله ورسوله. احفظوا أنفسكم وأهليكم من نار وقودها. الوقود اللي بيخليها تستعر وتزداد يعني إحراقا وسعيرا، الناس والحجارة. يا لطيف. فالقرآن بيوجه إلى أنه لابد أن تتقون بما تفعلون وتتركون النار وتدفعونها عنكم. إزاي؟ بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومش كده وبس، كمان تعلموا أهل بيتكم أهليكم، تعلموهم من العمل بطاعته سبحانه وتعالى ما يقون به أنفسهم منه. يعني نوالي أولادنا بالنصح، نوالي أولادنا بالتربية الدقيقة والحثيثة. ومرة أنا ساعة بالترغيب وأخرى بالترهيب، ويبقى الرفق هو الأساس في طريقة التربية والتوجيه وصحبة الأولاد، ونصبر على أمر التربية ونصبر على تحمل تبعاتها لأنها مش سهلة، وعشان نقدر نصل بأولادنا بأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وزوجتنا إلى بر الأمان دنيا وأخرى. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يعني كل خير أنت بتعمله لازم ولادك يشاركوك فيه، مش أنت تقوم تصلي وسايبهم ما بيصلوش. وأمر أهلك بالصلاة، وهو جايب لك قمة الأمور وهو الصلاة عماد الدين، فجايب لك المثل مش على سبيل الحصر، لا ده مثل. يعني تأمرهم بقى بكل الخيرات اللي انت مأمور بيها، زي ما تروح تصلي خد معاك يصلوا جماعة، قوم يا حبيبي اتوضى وقوم صلي، وزي ما بتدعي لنفسك ادعي لهم. ولما تعمل اي شيء من الخيرات برضو تقوم وتعمل لهم، وتعمل لهم بمعنى اني اوجههم واربيهم وان اخد بايديهم الى كل الخيرات اللي تقودهم الى خيري الدنيا والآخرة. يبقى كمان أنا لما بدعي لنفسي أدعي لهم، ولما أعمل شيء من الخيرات برضو أوجههم إليه. كل ده من شأنه يقي هذه الذرية من إنها تلج في النار. كما علمنا القرآن الكريم بأنه الإنسان يقي نفسه وذريته من الولوج في النيران. وقد ورد إن سيدنا عمر رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فرح لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، نقي أنفسنا، يعني عارفين إزاي هنحافظ على نفسنا من النيران، فكيف لنا بأهلينا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: وجههم، يعني تنهونهن عما نهاكم الله، وتأمروهن بما أمركم الله به. فيكون ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علم ووجه وقاية بينهم وبين النار. وذكر سيدنا علي رضي الله عنه أنه ذكر في هذه الآية أن معناها أنه علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. أدبوهم يعني أنا ببقى برعيهم، متابعة إزاي بيصحى اليوم، ابني ده بيصحى إزاي الصبح، ازاي بيخش يتوضى، ازاي بيخش يصلي، ازاي نظافته في الداخل وفي الخارج، ازاي طريقته في الكلام،
ازاي ان صوته ما يعلاش بطريقه مش مظبوطه، ازاي ان الفاظه تبقى منضبطه، ازاي يكلم والده، ازاي يكلم والدته، ازاي يكلم المساعد او الخادم اللي عنده، ازاي يتعامل مع زمايله. كل ده تاديب، ده معنى التاديب، مش ادبوهم يعني اضربوهم، ادبوهم يعني وجهوهم وعلموهم. والمراد بالاهل ما يشمل كل شيء بقى، الزوجه، الولد، الخادم والزوج كذلك. وفي الايه اشاره الى انه يجب على الاصل، انه يجب على الرجل ان يتعلم ما يجب من فرائض الدين، وانه يعلمها لمن في رعايته من اهل بيته، من اهل بيته. وكذلك المراه اذا كانت راعيه ومسؤوله واكثر علما، تعلم وتوجه وتربي وتؤدي المسؤوليه اللي عليها. فالواجب على المسلم انه يصلح نفسه اولا، ويقي نفسه شر النار وغضب الجبار، ثم بمن يعول، اهله واسرته. ليه ربنا بيعلمنا؟ لان النار عليها ملائكه، مش اي ملائكه، يعني على النار خزنه من الملائكه يتولون امر النار، وبيتولوا تعذيب اهلها، وهم الزبانيه، غلاظ، غلاظ على اهل النار، يعني شداد، شداد عليهم، لا يرحمونهم اذا استرحموهم. وقيل غلاظ في وصف هذه الملائكه الخزنه اللي على النار، قال لك غلاظ الاقوال شداد الافعال، وقال لك الغلاظ يعني الغلاظ ضخام الاجسام، والشداد يعني فيهم قوه، لا يعصون الله ما امره. خزنه النار من الملائكه لا يعصون الله ما امره، يعني اللي مش هيرعى تأديب نفسه وأولاده، ويضيع نفسه ويضيع ذريته، ولا يؤدب ولا يوجه إلى الخير، هيبقى مصيره في هذا المصير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: يا مؤمنين، يا من صدقتم، اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية، بتهذيب النفس ومن نعول. لأنه هذه الملائكة اللي خزن على النار لا يعصون الله ما أمره، لا يخالفونه في أمره، ويفعلون ما يؤمرون به، أي يؤدونه في وقته من غير تراخي، لا يؤخرونه عنه ولا يقدمون. الآية فيها ما فيها من التخويف، عشان الإنسان يشيل مسؤولياته في الدنيا بحذر، وإنه فيه نوع من إنه رقيب على نفسه ورقيب على من يعول. ونسأل الله تعالى السلام لنا ولأهلنا. أما عن السؤال الثاني الخاص، إيه علاقة الآيتين 17 و18 من سورة الغافر وعلاقتها؟ ما فيش لها علاقة بالسياق الخاص اللي حضرتك سألت عنه في سورة التحريم، دي ليها سياق آخر خاص بالكافرين، لأنه باقي الآيات حضرتك تقدر ترجع لها من الآيات من 10 ل 18 في سورة غافر، هذه الباقة من الآيات في خصوص الكافرين، لا علاقة لها بالمؤمنين أصلا. كان يضيق المقام إن احنا هنذكر كل هذه الآيات، لكن ليها ال 17 و18 جاية في الباقة دي، هتراجع من 10 ل 18 هتلاقيها جاية في خصوص الكافرين، وليس لها علاقة بأحوال المؤمنين.